نفتتحوا السوجي، قال لك إسبانيا وغيرت الموقف نتاعها وراحت للمغرب. سمعنا ناس يقولوا صفعة للنظام الجزائري وللدبلوماسية الجزائرية. دركا أنا قلت لكم قضية الساحة الغربية هذه قضية الأمم المتحدة. المشكل تاعنا حقيقة ماشي الساحة الغربية، المشكل تاعنا اللاجئين اللي عندنا تاع الصحراء الغربية. هادو ناس لاجئين عندهم اللجوء، الأمم المتحدة على بالها مخيمات في تندوف. دونك وي جو فو ريبوندر تو سويت تو سويت على 56 راك برمي دو لا ليست. هاد المخيمات على بالنا باللي النظام الجزائري، ماشي النظام الجزائري، الاستعمار الجزائري والنظام الخبيث هذا يتلاعب ببعض الاوراق منذ سنوات، لكن اللعبه هذه شاحت. دونك الصحراء الغربيه قضيه لاجئين، الناس اللي في المخيمات، ويعني البوليزاريو، والبوليزاريو رافض لوطو ديترميناسيون ورافض ان المغرب يدي النص ويطالب بالصحراء الغربيه كدوله مستقله. وهاد الناس لاجئين عندنا احنا، نطيشوهم البحر ما جاتش، نساندوهم لازم نساندوهم، عندنا لاجئين لازم ياكلوا لازم يشربوا لازم. قضية أمم متحدة نورمالمون الموضوع هذا نتخلصوا منه، ما تهمناش من بعد اسبانيا، لأنه اسبانيا هي المستعمر تاع الصحراء الغربية. دونك المشكل حقيقة بين اسبانيا والمروك والأمم المتحدة وموريتانيا، وحنا ما جابنا من الدح في قصيدة، وبكل على بالنا بقضية الصحراء الغربية هذه قضية اندارت، لأنه المغرب عنده أطماع توسعية في الأراضي الجزائرية. دونك خلق له مشكل نوعا ما. ما مسيو قطحي جو ريبون با سور ميسنجر ديزولي، عيط لي في التليفون ولا ما تعيطش يا اخي العزيز باسكو ميسنجر ما ريبونديش فيه. دونك فوالا هذا هو الموضوع. دبلوماسيه درك، هل حنا عندنا نظام في الجزائر قائم؟ ما عندناش. استعمار وي كل شيء خرطي اكزاكتومون. عندنا مستعمر يتحكم فينا عبر صناديق الدميات نتاعو البوبيات نتاعو. اون لو كولونياليزم كي نو ديريج فيا سي مانكان سي بوبي سي كيما نقولوا حنايا سي لي بوفوار مي اون بلاس. وهذا الشيء ماشي جديد في التاريخ يا جماعه، ماشي جديد. روم وفارس يفوزي لا ميم شوز، ومن قبلهم اتان اكسترا اكسترا اكسترا. جيب رئيس ولا ملك تشليقه حطو يمشي بالاوامر تاعك، ما يمشيش تضم عليه نحيلو عزرين. سي كوم سا سا باس لو موند اي فيانسي. قبل ما ريبروني لي زابيل خصنا نحطهم برك بار اوردر. دونك لو 56 سي بون، بعد وراه جافي لو 82. عندنا ماروكان بور اي دور. بون قال لكم في كومونتير الجزائر ايرا ميو كونت لا روندرا لي تير دو سي فرير تونيزيان ليبيان ماروكان اي ماليان. سي تير لوي بورت مالور دوبوي لو ريفيروندوم او دروا دوتو ديتيرميناسيون 1962. دابور ماروكان بور اي دور سي با اون اوتو ديتيرميناسيون، c'est une indépendance du côté hard. مانيش حنتناقض مع روحي باسكو تو اي ماروكان. maintenant notaire sur le plan de l'ouest، الحدود نتاعنا مع الشقيق المغرب هي واد ملويه. هذا كيما نستعرفش بالحدود الاستعماريه، نرجع للحدود كي كانت الجزائر تحت لا ريجونس دالجي والدوله العثمانيه، نرجع معاك الى واد ملويه ونسنطح ونديه حبه من حبه وكارهه من كارهه. لي تونيزيان الحدود تتراصاو حسب كيما نقولوا حنا المبايعات القبليه، لانه كانت اراضي العروش في الحدود. لي ماليا اللي تهضر عليهم مام لو نور تاع لو مالي ماشي تاعهم، تاعنا حنا وبرينسيبالمون تاع سكون ابل الامازيغ اوريجينال لي جيتول التوارك. حاجه نو بورت مالور، سكي نو بورت مالور سي ان فوازان كي لوي ميم كولون دونك لو روا دو ماروك كي ني با امازيغ دونك سي ان كولون فينو دو شي لي بانغوان دو ديزير اي كي ا لا تيت دان بوبل ريالمون امازيغ. لو بوبل سي نوتر فرير، مي لا بوليتيك اي لو رويوم كما تسميوه توما الشريفيه العلوي اللي دو تو طون كي كانوا ينوضوا عليه الاحرار نتاع الاحرار نتاع الصح نتاع الامازيغ
كان يجيب فرنسا واسبانيا دايور باع سبته ومليله بيسكلات. دونك لو ماروكان بيري دور انا بور مو لو ماروك سي اون افير كلاسي دوبوي لي زاكور افيك اسرائيل اي دوبوي كو جا لو مينيستر اسرائيليان يتهدد علينا ا بارتير دو لا تريبون ماروكان. بور مو لو بوبل ماروكان سي ان بوبل فرير يبكيني اللي بكيه ويفرحني اللي يفرحو. مي لا بوليتيك ماروكان ان نيكزيست با عندي انا. انا بيني وبين المغرب يا ني فرونتيير ني كوا كو سوا سي ان مور سي ان مور. حتى النهار اللي يتبدل نظام الحكم في المغرب ويرجع الحكم لولاد البلاد تفاصيل الحاله تاعكم ماشي بعيده على الحاله تاعنا حنا تاني تحت الاستعمار. دونك je vais pas te supprimer parce que le commentaire نتاعك نعتبره كومونتير مربي مضيف يعني سي نورمال vous êtes marocain دونك خليك معنا في اللايف pas de souci. Académie de Khalil, votre rancune est à la fois maladive et répugnante. Ma rancune contre Shkoun. Bon, je prends les appels parce que Kyoto a été doué avec Dan. Avoir la double nationalité, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un déshonneur, c'est tout à fait normal. Moi, je n'ai pas la double nationalité, je n'ai pas eu la chance, j'aurais été heureux d'être binational. Donc, je ne descends pas d'une famille de Harki, très loin de là. Un jour, vous verrez de quelle famille réellement je descends. Le sujet, c'est le peuple. Le peuple a le droit. Je dis que le peuple de la Jazaïri, les gens sont coupables de quelque chose. Marc, maintenant, on a une approche. En fait, je voulais vous dire, le monsieur qui vient de dire maintenant, c'est excellent. Il y a une approche. Un citoyen, il loue les autres citoyens. Une deuxième approche, c'est un dirigeant, un leader qui comprend la situation des citoyens. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un mouatanin, un ouïak, نقعد نكريتيكي وهذا شعب حمار شعب بغل شعب جاهل ما يسهلش دير له الناس اللي تبع في حمار دي زاد بور موا ان فوريان كيفو هذا شعب مقرمد مكرفس هذا سي ان ديسكور تاع دي جارجيريان قاعدين يكريتيكيو في رواحهم او ميم طون بصح كون نهضروا ان طون كو ليدر سا فو دير اون فا سو بوزيسيوني او دسو دو لا سوسيتي اي اون فا سو بوزي لا كيستيون علاه عندنا شعب جاهل. D'où vient le mal? N'est-ce pas que c'est un peuple victime qui m'a dit que tu es un exemple. Hein. Tu as un enfant, toute son enfance, il a été martyrisé, battu, torturé, demain c'est un criminel, un serial killer, mred, il a le pouvoir, il est un dictateur, mais sanguinaire, quel? Là, c'est un traumatisme crânial. Ça hête. Parce que là, on est un peuple traumatisé. C'est-à-dire le peuple dans son ensemble, il est traumatisé. Et le traumatisme, il le transmet. Tu sais qui dit, en tant que jeune, c'est bien aimé. D'accord, pas de soucis. Ton père a été traumatisé par 62. Il a eu beaucoup d'espoir depuis 62. Ou bien, tu sais, il est traumatisé. Qui dit, j'étais en 86 ou dans le 88 وتقول له شيخ وكذا ولازم النضو والحقوق اي يقول لك ولدي هذوك ما تقدر لهمش يبقى اخوة يبقى سويف ما توصلوا له والو صحيت ديجا هو بعد يحشك كيس كيل تا ترانسمي il t'a transmis une déception تاعو je comprends c'est-à-dire c'est le négatif qui surgit sur le positif صحيت donc هذا c'est un cercle vicieux que le néocolonialisme utilise dans tous les pays anciennement colonisés, l'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria, là où tu vas.